السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في على المباشر من ثانوية القدس. هذه اللحظة ديال توزيع الأضرفة على التلامذ اجتياز الامتحانات ديال البكالوريا بحضور يعني المدير الإقليمي للتعليم في الصفات. اللحظة هي لحظة ترقب، نحاول نتابعوا معنا يعني العملية ديال توزيع الأضرفة ديال الامتحانات ديال البكالوريا مباشرة. متابعينا مشاهدينا الأقوياء ديال القناة، كنحاول نقول لكم هذا الأجواء ديال توزيع الأضرفة للتلاميذ اللي غادي يجتازوا الامتحانات بحضور المدير الإسلامي للتعليم. يعني غادي يتم فتح الأضرفة ديال الامتحانات الثانوية التحليلية القدس بحضور المدير الإقليمي للتربية والتعليم الهيئة والإقليمية للتدريس. القدس وهي حقيبة مسدودة، غادي نفتحوها أمامكم. بالنسبة للعلوم الشرعية شنو المادة عندكم؟ قرب عندي نولي الامتحان الوطني لشهادة البكالوريا، غادي هنايا المادة اللي عندنا دابا هي مادة آداب التنمية التحليلية في القدس. عندنا قاعة قاعة واحدة هكذا في مغلق. صافي ودي ريزو ما عنديش واحد ودي من الذهب في الثانية راني لقيت شي باش نتأكد من المادة اللي عندنا دابا هي اللغة العربية، نتأكد أن الظرف راه مكتوب بالغلط. وعندنا هنايا ظرف ديال التلميذة والامتحان المكيف، التلميذة العلوم الإنسانية، أيضا كذلك اللغة العربية، نتأكد من هذه المعلومات تما. اللغة العربية مركز التنمية التحليلية القدس المديرية 16 التاريخ 10/2024. إذن نقوم الآن بعملية فتح الظرف الكابين الذي يتضمن أضرفة حسب القاعدة. إذن المسلك ديال العلوم الإنسانية عندنا 22 قاعة، خصنا نلقاو 22 درجة.
مثلا واخا كنفتحوا الظرف كبير كنبدا نتاكد من كل ظرف ديال داخل القاعه من المسلك ومن الماده قبل الترقيم. العلوم الانسانيه ادب و في هذه الأضيفة في المواضيع ديال الامتحان وفي واحد مجموعة من الملصقات ديال التربية الإلكترونية. بالنسبة للعلوم الشرعية عندنا قاعة واحدة يكون ظرف واحد هذا بالنسبة للامتحان المكيف غادي يتم الفتح ديالو في قاعة خاصة بالكمية. لأن هذه العملية التي تتم الآن سوف يتم التوجه بالأضرفة إلى القاعات حسب الترقيم الموضوع في كتشوفوا على المباشر متابعينا ومشاهدينا الاوفياء كانت هذه لحظه ديال توزيع الاضرفه على الطلبه التلاميذ الوليدات اللي كيشازوا هذه الامتحانات ديال البكالوريا. هذه العمليه يعني تمت يعني في واحد نواكبوا لكم يعني العملية ديال نقل الأضرفة يعني العملية ديال نقل الأضرفة للمؤسسات داخل يعني كنحاولوا نقلوا لكم العمليه ديال توزيع الأضرفة للمؤسسات الاقسام داخل الاقسام.
السلام عليكم. الله يعاونكم مسلم. كيف كتشوفوا متابعينا ومشاهدينا الاوفياء للقناه تاع المباشر، كانت هذه العمليه ديال توزيع الاضرفه على التلامذ للاجتياز هذه الامتحانات ديال البكالوريا. كنحاولوا نقلوا لكم متابعينا ومشاهدينا الاوفياء للقناه تاع المباشر من قلب ثانويه يعني من قلب ثانوية القدس. دابا بنو كتكتب لها سميتك والو كتشد هذيك العملية والطرف هذا هو لا قبل انك ولات الله يعاونكم اخويا سامي الله يعاونكم. كيف كتشوفوا يعني على المباشر متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناة، كانت هذه تفاصيل نقل يعني عملية ديال توزيع الأظرفة على التلامذة داخل المؤسسات التعليمية. كنشكركم على التواصل والتفاعل من خلال هذا البث المباشر، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر، والله يوفق جميع الوليدات.